استاذ محمود، خلاص المباراه النهائيه هتلعب في المغرب ان شاء الله امام الجمهور المغربي. النادي الاهلي طلب عده طلبات، حتى الان لم يصل رد بشكل رسمي اعتقد للنادي الاهلي. من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ لا انا يعني اعتقد انه كان في اجتماع حاليا موجود، ما اعرفش الاجتماع خلص او لا. لا خلص من شويه، لكن يعني لما هيجي لنا حاجه رسمية احنا طبعا لسه عارفين الكونكلوج او عارفين اللي ممكن يتقال، لكن مش هنقدر نقول حاجه غير لما يجي لنا. خلاص هي قضي الامر. المباراه النهائيه يعني بقى انه فرقه الكوره. انا بتكلم على بقيه الامور بقى. الجمهور. انا بكلمك اهو، خلاص عزل الفرقه خلاص تماما عن الاجواء اللي انت شايفها دي، استعدادها للمباراه وخلاص، ولدينا وقرار الكاف خلاص، هم اصحاب القرار واخذوا واستندوا على حاجات كثيره جدا من الاولى، لكن النقاط الاساسيه هي عمليه رحلات الجمهور. انا اتمنى انه يتم دعم رحلات الجمهور. انت محتاج في 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 المواجهه دي محتاج جمهور الكوره يعني طبعا. في ناس ثانيه عندها امكانيات وقدرات تسافر وتروح، لكن جمهور الكوره الحقيقي في الاوضاع العالميه اللي احنا شايفينها والظروف دي الامور بقت صعبه، واعتقد انه اكيد في كتير من محبين النادي الاهلي اللي هيكون لهم دور في اليومين اللي جايين دول اذا كان في رغبه في المسانده، لانك انت بتطالب بنصف المقاعد، ده حقك القانوني اللي بيلام عليه الاهلي حاليا. حتى الاتحاد الافريقي نفسه ما قالش في تسريبات تمت، قال لك هياخد 12000 تذكره او 13000 تذكره، لكن ما تقالش حاجه بصوره رسميه، وطلعت تصريحات من فوز الاقطاع بيقول للاتحاد الافريقي ادوا الاهلي اللي هو عايزه، يعني كانه الامور ايه، هناك من عليك يعني ايه، انت الان اصبحت في دور بيمن عليك بحقك ماشي اعلن الاتحاد من وكمان ايه ده انت يعني. اللي انا عاوز اقوله يا كابتن اسلام، اللي انا لاحظه من خلال المتابعه في الايام اللي فاتت، البعض يحاول في بعض الاعلام المغربي باسماء بعينها بتحاول تجرنا لمنطقه غير منطقه الرياضه خالص. لن يحدث يعني بيجرونا، ولا عايزين نتكلم في النقطه دي. احنا اول حاجه قلناها يا استاذ محمود ودايما وحضراتكم قلتوها قبليه واحنا قاعدين، قلت لي ايه؟ قلت لي احلى استقبال واحلى قعده واحلى كل حاجه هتبقى في المغرب. لا يختلف على الامر. انا عاوز اقول، انا عاوز اقول حاجه، انت بتتكلم عن انا عاوز اقول ايه يا جماعه، ده ماتش كوره وبين فريقين كبار وبين دولتين كبار، واحنا كفانا بقى اللي حصل واللي بيحصل. يعني عاوز اقول ايه، نخلي الموضوع في اطاره الطبيعي، لانه النادي الاهلي لا من قريب ولا من بعيد ولا جمهوره ولا هو راح ناحيه المغرب، المساله كلها في الاتحاد الافريقي ولوائح انت حاططها وقرار انت واخده من 2019 بتقول اذا جمع المباراه يبقى في ملعب محايد. ما تخليك زي اللي انت شايف الاتحاد الاوروبي عامل شكله ازاي، هو ده اللي كله انا بطالب بحقي. انا عاوز اقول ايه، اتمنى يبقى في جمهور للنادي الاهلي بالعدد المطلوب بالظبط، اتمنى يبقى في تواجد مكثف، وهنشوف مباراه رائعه اكثر ما يكون فيصلها الملعب. طبعا اختيار الحكم من جنوب افريقيا والطاقم الكلام الموجود بطاقم الفار، انا مثلا اتكلم على طاقم الفار، على الحكم الاسيوبي. الحكم الاسيوبي ده ليه وقعه مع فوز الاقطاع يا جماعه في 2019 في نهايه الكونفدراليه مع نادي الزمالك، وتم الاعتداء عليه ولم يتم التحييم في الواقع، فبرضه اختياره. وانا كنت اتمنى يتم الاختيار الطاقم يبقى تونسي زي ما وقع مع علانه في الاول، وبعد كده عدلوا واستبعدوا بملاك سيمبا وجابوا بملاك رئيسي في الفار ومعاه هيثم قراط التونسي ومساعد من محمد عبد الله من السودان. انا عاوز اقول انه يعني بالعكس، انا بقى عارف كنت اتمنى ان يتم تلبيه طلب النادي الاهلي كون اذا كنت كون اوروبي. اذا كنت عملت كده يا استاذ محمود، ما هو مش هيرتك الاوروبي اللي هيقول لك ممكن يعني مش مستحيل. اذا كنت عملت ناس بتتوقع كده يا كابتن. ايوه حبيبي انا فاهم، بس هو انت طلبت، لو عاوز ترفع الحرج بقى عن نفسك كنت تجيب حق مين؟ حضرتك عملت كده كاتحاد افريقي. اذا اراد يا جماعه الكاف مش هيريد. لا مش، لا مش، ما هو مش هيديك الفرصه. اللي انا عايز اقوله يا كابتن، هو مش انا اللي عملت، هو اللي عمل كده بتصفيات كاس العالم. انا بكلم، ايوه عامل كده. لا انا اقول نفسي، وانا هو الاتحاد المصري طلب فيفا. انا الاتحاد المصري طلب، لا ما طلبش دوري الاتحاد المصري. امال مين اللي جاب الحكام بتوع تصفيات كاس العالم؟ لا بس الامانه لا هو الاتحاد اللي هو دوري فيفا. دي ماتشات تبع الاتحاد بس دولة. كلامك صح ليه؟ لان اللي خشيته على تصفياته بتاعه المونديال من هذا الفساد. اه طبعا، ما هي هي، ما هي الدايره. بس هو صاحب قرار، بس هو عمل ايه في الاتحاد الدولي؟ عشان كده جاب الحكام، الاداره ما شاء الله رايح على المحكمه، جاب الحكام الافارقه وجاب معاهم ايه؟ ايوه الحكم الفار اوروبي بيدب، كانك انت بتشكك، مش عاوز اقول هو اللي بيشكك في نفسه، كانه الاتحاد الدولي يعني. رايحه له ايه؟ رايحه له يعني الاشارات، هو عارف. مش عاوزين نضحك على بعض، زي ما انت عارف دلوقتي في الوقت الحالي اللي هو ايه، انه التحكيم بصفه عامه، ممكن التحكيم في مصر، الاتحاد الدولي اعلن وفاه التحكيم في مصر بعد قرار اختيار القائمه بتاعت كاس العالم، اعلن رسميا خلاص التحكيم في مصر في ازمه كبيره جدا. لا 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 كده يا استاذ محمود، ازمه ازمه لا يا استاذ. وعاوز اقول لك على حاجه، لا في مفاجاه في لا والنبي لا 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 بلاش، عشان عشان احنا ايه والنبي لا لا حاسسين. عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن سامي، انت طالما لا يوقفونا احنا، يطلع حد يدينا كارت احمر احنا
قاعدين هنا ادينا كارت احمر على الرغم ان احنا ممكن نخرج ونرجع ده الواقع نخرج بره ونرجع نخرج ونرجع.